مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. نرحب فيكم في حلقه جديده من جنون الكوره. هذا البرنامج راح يكون ان شاء الله اسبوعي، حنتكلم فيه عن الرياضات بشكل عام. في يوم حنحكي عن الكوره، في يوم حنحكي عن لعبات رياضيه بحبوها العرب، بحبوها الكنديين. حنتكلم عن شغلات بشكل عام ممكن أنتوا تستفيدوا منها. هذا البرنامج راح يكون فيه معي أصدقاء، دائما ضيوف، راح نتكلم عن شغلات كتير مهمة بتحبوها. في مثال بسيط اليوم حنحكي عن لعبة الهوكي. طبعا اللي ما بعرف لعبة الهوكي من اللعبات المشهورة كتير في كندا، وتعتبر من أشهر اللعبات الشتوية. هي مش اللعبة الرسمية، لكن أكثر ناس بيحضروا وبيحبوا يلعبوا هاي اللعبة في كندا بسبب الجو، بسبب الطقس. تعتبر يعني حركة رياضية بيحبوها. طبعاً لعبة الهوكي مش بس منتشرة في كندا، هي منتشرة في معظم الدول الإسكندنافية. موجودة هاي اللعبة بكثرة في روسيا، وطبعا كندا بتلعب ضمن أفضل دول في العالم، بتكون دائما من البيست تيمز. أعتقد قبل سنة أخذنا بطولة العالم للشباب في الهوكي، وبفتخر بحكي إن المدرب هو مدرب من أوتاوا لهذا الفريق اللي فاز بهذه البطولة. وطبعا زي ما حكينا لكم إنه هاي اللعبة من اللعبات الرائعة، لكنها خشنة شوية، حنحكي عنها الآن ليش. طبعا زي ما شرحنا لكم قبل دقائق إنه هاي اللعبة بتلعب في كندا، لكن كندا ما بتلعب في ليج أو في دوري لحالها، لا بتلعب بدوري اسمه NHL مع أمريكا. بيلعبوا كندا وأمريكا. للأسف معظم اللاعبين اللي موجودين في NHL كنديين، بس معظمهم بيلعبوا في أمريكا. فعشان هيك معظم الأحيان NHL بتاخده فرق أمريكية، مع احترامنا لهم طبعا وتقديرنا. عادة بيكون في فريقين، وفي بالنصف قرص صغير أسود. أوكي، القرص الأسود هذا هو زي بدنا نحكي الطابة أو الكرة في كرة القدم، هو اللي بدخله في الجول. وطبعا في معهم زي ستيك أو عصا، هاي العصا بتكون بالنهاية معكوفة. للعلم هذه العصا مصنعة من خشب أو من فايبر، ومعظم الرياضيين المحترفين بطلبوا يتصنع لهم عصي أو فايبر مخصصة بحيث أنهم يقدروا يستخدموها بأنفسهم، مش أي واحد تاني. يعني بتكون مصنعة لهم، مثلا مسكة الإيد إذا فيه هو شمال أو يمين، كل هاي إذا هو دفاع أو هجوم تختلف نوع العصا. طبعا هاي الرياضة من الرياضات المشهورة كتير في كندا، لكنها مكلفة بالنسبة للي بتعلموها. ليش؟ لأنهم بدهم شغلات كتير، منها الحذاء السكيتينج أو الحذاء الجليدي اللي بحطوه على الجليد وبتزلجوا فيه. بالإضافة لذلك بدهم ملابس، لأنه عادة بتكون ملابس شوية بروتكتيف جير، يعني بتكون أماكن لحماية الجسد. طبعاً الجولي إله خوذة، وكلهم بيكونوا لابسين خوذة، لكن الجولي إله خوذة هيك خاصة بتشعر إنه مش شايف حاجة قدامه، وبكون إله ملابس خاصة، الرجلين بروتكتيف، لأنه هاي الربر بتكون هي ممكن تألم لما يضربوا في العصا بقوة. خليني أشيلكوا البانر هذا عشان نتكلم. إذا عندكم أي أسئلة عن موضوع الهوكي، خاصة للي ما بعرفوا كتير في دول ما بتلعب فيها، حطوا في الكومنتس وأنا إن شاء الله هحاول أجاوب عليها. طبعاً هاي الرياضة مفيدة للجسم لأنه بتحرك الجسم بسرعة كبيرة، وفي ناس كتير بيستمتعوا فيها.
تاريخها بعود لآلاف السنين، وطبعا مبادئها بتتغير وصار في لها قوانين معينة وبتعتمد عليها بيعتمد عليها اللاعبين في القوانين. طبعا هناك كثير من الرياضات اللي استخدمت العصا المقوسة منذ القدم، يعني كثير استخدموها في حتى في مصر او في عصر الفراعنة وجدوا كان في بالنحوت اللي من موجودة من 4000 سنة بتحمل العصا بتأدي ل او زي عصات الهوكي تقريبا، بس يمكن كانوا يلعبوا لعبة تانية. احنا ما بنحكي انه عمر الهوكي الاف السنين، لكن في هذه العصا استخدمت في رياضات اخرى. طبعا بدناش نحكي كثير عن التاريخ هذا، خلينا نحكي كان في العاب شبيهه بلعبه الهوكي في العصور الوسطى، وفي بعض التواريخ اللي بترجع انه سنه 1500 ونيف بدات بعض الالعاب التاريخيه تستخدم بعض الاشكال من هذه العصا، وقد ويقال انه من هذه اللعب اخرجت لعبه الهوكي على الثلج. طبعا يمكن في سؤال بيسالوه الناس اللي مش عايشين في كندا، دكتور مخلص لا صورتك مش عندي، انت مش داخل على الاستوديو. في ناس كتير بتسأل طيب احنا في كندا هل هو الدنيا الثلج دايما ولا لا؟ الموضوع مش سهل. عادة اللي بيلعبوا هوكي بالشتاء في زي أريناز بيعملوها خارج الخارجية، ولكن عادة الهوكي باللعب في أماكن مغلقة مثلجة مجمدة، يعني الأرض مجمدة بتكون باردة بحيث أنها تحفظ الجليد لأطول مدة، وعادة بيلعبوا السيزن في الشتاء، بالصيف بريحوا عشان ما يحتاجوا إلى تبريد كبير. فيس هي بتكون أماكن مبردة، وعادة زي ما حكيت بالشتاء بيلعبوها احيانا خارج بالخارج، لكن قليل ما بيلعبوها في الخارج، عادة بتكون في زي مبنى مغطى. كل فريق بيشمل 6 لاعبين وفي حكم بالنص. طبعا الحكم حديثا استحدث انه في 3 حكام بيكونوا في اللعبة، هذا الحكم رايح راجع مع الطابة او الكو او القطعة البلاستيك الصغيرة هاي أو الربر. وطبعا أهم مميزات هذه اللعبة اللي هي السرعة والقوة، لأنه بتطلب قوة بدنية وفيها احتكاك شديد، خاصة لما يجوا يضربوا يرتطموا بأحد جوانب الملعب بتسمع برخ برخ هيك. طبعا اللي متابعني على اليوتيوب تبعي انا حطيت بعض اللعبات بشكل عام عشان الناس تنتبه عليها. طبعا عاده اذا هاي اللعبه زي ما حكيت فيها تضارب في تشاد، فكتير بتصير مشاكل بين اللاعبين وبضرب بعض، وتعتبر من الشغلات السيئة في هذه اللعبة. أنا صراحة ما بحبهم لما يعني رياضة مفروض يكون فيها متعة وانبساط، بحق للحكم أنه يوقف اللاعب مدة 5 دقائق أو 10 دقائق حسب المخالفة اللي بيرتكبها، وعادة لما يكونوا 2 بوقف كلاهما بجلسوا في غرفة خاصة هيك تلاقيه زي المسجون الصغير، وبرجع بعد 5 دقائق. ففي هذيك الفترة الفريق بلعب ناقص 1. هذه بعض المعلومات اللي البسيطة اللي حبيت أحكي لكم إياها عن الهوكي. طبعا في نوعين من الهوكي، في هوكي الجليد وفي هوكي الحقل. دكتور مخلص أنت موجود بس في الصورة، بنرحب دكتور مخلص معنا صديقنا، بس ما في عندك صورة يا دكتور. أوكي. طيب هوكي الجليد بتقوم حكينا على الجليد، بتكون قط
القرص الصغير هذا قطره 7.6 سنتي، يعني 76 مليمتر، وهو مطاطي يعني عشان يخفف الاحتكاك على. أهلين دكتور مخلص. طيب دكتور مخلص معنا بس مش سامعنا. سامعني يا دكتور؟ سامعني؟ لا أنا مش سامعك نهائيا. ماني سامعك يا دكتور. نب. ما في صورة، بدك ترجع تطلع وتدخل. أنا هكمل عن موضوع الهوكي. طبعا زي ما حكينا بيلبسوا خوذة واقية لحماية من السقوط والضربات، وخاصة على الأماكن المتجمدة، لأن السقوط على الثلج أو الجليد مؤلم جدا جدا. وفي نوع اللي حكينا عنه اللي هو الهوكي. ألو ألو ألو، سمعنا يا دكتور؟ ولا واحد عنده. أوكي طيب نكمل إحنا إن شاء الله. قبل ما يقدر يدخل الدكتور، عفوا على الخلل الفني. طبعا بهوكي الحقل اللي هي معروفة كتير هاي كمان، بكونوا على ملعب بكون شبيه بيحتوي على حصى أو غشب طبيعي أو حتى صناعي، وبلعبوها هاي كتير في الدول الآسيوية وجنوب أفريقيا، لكنها مش منتشرة انتشار عام. طبعا في أنواع أخرى بسموها الهوكي الأرضي، الهوكي الهوائي، هوكي الطاولة، أنواع يعني تختلف. خليني أحكيكم عن الـ NHL. الـ NHL هو من أهم الدورات اللي طبعا الهوكي الـ NHL يعتبر من أهم الرياضات اللي بتنافسوا فيها اللاعبين في نورث أمريكا، بسموها نورث أمريكا هوكي ليج. اوكي طبعا ترجع هذه ال NHL برجع تاريخها لمده طويله من الزمن. اعتقد انه اخر واحد فاز فيها، خليني اشوف لكم اللي فاز اخر فريق، اتوقع انه فريق كندي. صراحة أنا كنت قبل سنتين، أنا مش من متابعين الهوكي، برجع بحكي لأنها بعتبرها شوي عنيفة هذه الرياضة، وللأسف يعني ما بعرف بشعر فيها عنف زيادة، لكنها هي زي ما حكيت هي لعبة مهمة جدا للكنديين، وتعتبر الـ NHL يعتبر من أشهر الرياضات للهوكي أو الدوريات للهوكي في العالم، أو أقدم دوري احترافي في هذه الرياضة. يقدم سنوياً في تقريباً أعتقد 31 فريق من كندا والولايات المتحدة، والفائز بحصل على كأس اسمه ستانلي كاب. ستانلي كاب هو عبارة عن كأس كندي أنشأته كندا، وهو يعتبر الكأس الرسمي لهذه الدورة، كيف الفيفا بعطوا الكاب الجديد هذا. طبعا بدأ هذا الدوري سنة 1917، يعني بتحكي له 113 سنة. طبعا اختلفت الأرقام الأندية، تأسس رسميا هو 1909، لكن بدأت أول دورة للهوكي في كندا بدأت في 1917، بعدين التحقت أمريكا له، والآن طبعا في أكثر من 24 فريق أمريكي وسبع فرق كندية بتدخله، وهو زي ما حكينا من أهم الرياضات.
طبعا في الموقع الرسمي هو يعني تعتبر من أكثر الرياضات اللي بتجيب دخل وفلوس على الناس. كلينكس أوكي اللي فازوا كلينكس. طبعا الآن للأسف الـ NHL توقف بسبب المشاكل اللي صارت مع الكوفيد 19 اللي صار بشكل عام، فالـ NHL متوقف رسميا ولا يستطيع احد طبعا الى اجل ان شاء الله يكون قريب وترجع مباريات الـ NHL، ترجع بعائد كبير على الانديه والـ NHL طبعا مستفيد فيها. دكتور مخلص سامعني؟ انا سامعك. ممتاز، سامعك، انا سامعك كويس الان. ايه الحمد لله اخيرا. طبعا احنا كنا بنحكي عن موضوع الهوكي قبل ما نتقدم في المواضيع الثانيه. كتلخيص او ملخص، الان معانا في صحبتنا او بصحبتنا الكابتن احمد بسيوني والدكتور هلا، اثنين من احباب الرياضه والكوره. زي ما انتم شايفين انا قاعد في الاستاد بستناكم. طبعا هذه جرين سكرين يا جماعه، بس صوره وخلفيه. لا زي ما تقولش كده، ده هو ده الملعب. هو النفس ان نكون معكم. طبعا احنا كنا قبل شويه بنحكي عن موضوع موضوع الجرين سكرينز وعن عن موضوع الهوكي. سوري، عرفنا الجمهور بالهوكي والجوائز الستانلي كاب، وحكينا شوي ملخص عن هذه اللعبة لأنها من اللعبات اللي يعني مشهورة في كندا. بعرفش إذا في عندك إشي تعطينا إياه كابتن أحمد عن الهوكي ولا ما إلك؟ والله لا، هو أنا لسه بصراحة مبتدئ في موضوع الهوكي ده، بحاول لسه أتعلم، ولكن في المجمل هو الفكره في الهوكي بالنسبه لنا يعني، او الحاجه اللي شداني للهوكي ومخلياني اركز فيها الفتره دي او الفتره اللي جايه يعني ان شاء الله، هو الحماسيه. الجيم بتاع الهوكي من الجيمات الحماسيه جدا، اللي ايقاعها سريع ودايما فيه التنافسيه عاليه، وفيها روح من يعني بالنسبه لنا فيها جزء من روح كرة القدم اللي هي التنافسية والندية العالية والحركة السريعة مع طبعا التكتيكات المختلفة يعني. بتعرف انا بحاولت ادور ايش الفريق اللي فاز السنة الماضية في الهوكي، واعتقد الكناك اعتقد انا بس مش متابع قوي، لكن انا بتابع الجيمات بتاعت اكتر السينيتورز يعني اللي هم مخيبين لامالي شوية، ولكن انا دايما عندي انتماء لفريق السيتي يعني. نعم طبعا بالنسبه للكنديين موضوع السيتي ومثلا مونتريال عندهم فريق قوي، اوتوا يعتبر من الفرق القويه، في فانكوفر في فريق قوي، تورونتو عندهم فريق قوي، وهذه يعني تعتبر من الشغلات الباتريوت القوميه بالنسبه للرياضيين. طبعا وحتى هي كندا حتى على مستوى الهوكي في المستوى الاولمبي وفي المستوى اللي هو الفيرست تيم اعتقد من الفرق الماديه وعندها نتائج قويه وطيبه، واعتقد برضو على مستوى الباسكت بول، ولكن هي في من النواحي الاخرى على مستوى كره القدم لسه شويه الموضوع محتاج شويه وقت يعني. طيب حنحكي عن الكورة اليوم. دكتور مخلص كيف الحال؟ هلا، أنا عندي كان شوية مشاكل تقنية. كم سنة برأيك كونك خبير أستاذ أحمد بدون كندا لا يصير عندهم كرة قدم؟ والله لا، بص يا خلينا نتكلم بحسبة البيزنس يا دكتور مخلص، بحسبة البيزنس احنا النهاردة في 2020 هنخلص موضوع الكورونا ده، وكندا جاي لها كاس عالم في 2026، فأز بيزنس كيس هم هيفكروا فيها كده. احنا عندنا دلوقتي جاي لنا تورنمنت احنا عايزين نشارك فيها، بيكون لنا فريق موجود، الناس بتاعتنا يبقى فيه وجود، يبقى عندنا زي ما بقول فرق بتشارك في كؤوس العالم اللي جاية، زي ما شفنا مثلا الموديل اللي عملته قطر وبدأته في أسباير،
واللي امتد الفتره مثلا بقالها حوالي دلوقتي 15 سنه، وشفنا النتاج بتاعه في كاس اسيا اللي فاتت، ان ازاي قطر بقى عندها فريق وعندها اكاديميه ليها ثقلها في منطقه الشرق الاوسط. برضو من الحاجات اللي احنا شفناها قريبا برضو كان ليها يعني واقع في كره القدم، الفريق الفرنسي اللي وصل لقمه نجاح جيل ال 98 بالحصول على كاس العالم 98 وبعدين اليورو 2000، وبعدين شفنا بعد كده في كاس العالم او كؤوس العالم الدورتين اللي بعد كده فرنسا كان وجودها اقل، وبعدين بعد كده طلعت جيل تاني وصل لكاس العالم وللفوز بكاس العالم في دورته الاخيره في سنه 2018. فهي سايكلز. طب تتوقع يا كابتن احمد انه يعني كندا يصير فيها تشجيع على الانديه الرياضيه للكوره ويصير عندنا اكثر مشاركه عشان ندخل كاس العالم او نقوي فريقنا القومي لكاس العالم؟ اكيد بالتاكيد ده هنشوفه، لان احنا دلوقتي شايفين ان في الاتحاد الكندي لكره القدم عمل اللي هي الدوري بشكله الجديد اللي هو البريمير ليج، اللي يعني للاسف صادف ان هو مع جائحه كورونا توقف وكان هيبتدي في شهر ابريل، ولكن دي خطوه على الطريق. شايفين ان في انديه كبيره بتيجي لكندا عشان تعمل انفستمنت زي الفريق اللي جه دلوقتي بعد ما اوتوا فيوري اتقفل، ودلوقتي بقى عندنا اتلتيكو اوتوا اللي هو امتداد لاتلتيكو مدريد الاسباني، وطبعا دي فرقه كبيره ويهمها ان وجودها هنا يبقى وجود ايجابي في المجتمع ويكون في جماهير وجماهير مصاحبه ويحطوا انفستمنت. وهنشوف المودلز دي كتير، وشفنا ان في لاعب بيلعب في نادي بايرن ميونخ، لاعب الماني، وده برضو علامه جيده ان السوق الكندي هيبقى سوق فيه لاعبين وينتقلوا للمنطقه الاوروبيه. قصدك كان يلعب في بايرن ميونخ ويجي على كندا؟ لا العكس، هو كان بيلعب في كندا وانتقل لبايرن ميونخ، وفي لاعب تاني بيلعب في البريمير ليج. هو لاعب، ولكن دي البدايه. هو دايما الدنيا بتبتدي كده. خلي بالك في نقطه انا دايما بدلل، او المثال الحي اللي انا بقوله في نقطة كرة القدم دي مثالين، والمثالين دول لنفس الفريق القومي. الفريق الأمريكي لكرة القدم في كأس العالم اللي أقيمت في أمريكا سنة 94، بالنسبة لناس كتير مع بداية كأس العالم ده الفريق الأمريكي كان مجهول، مجموعة من الهواة مش محترفين ما بيلعبوش بره أمريكا، ولكن قدموا كأس عالم قوية. كان أهم نقطة من النقط اللي احنا شفناها إن كان الفريق الأمريكي بيتمتع بلياقة بدنية عالية جدا. فرقة أمريكا وفرقة كندا دايما في أي لعبة هتلاقي اللياقة البدنية عالية جدا، والفنيات دي حاجة أنت بتكتسبها بالتمرين وبالاجتهاد وباختيار عناصر. فإحنا عندنا الجانب البدني في كندا قوي، عندنا قطاع ناشئين أو النشئ الكندي عموما بينشأ على حب الرياضة، ألعاب رياضية. دور كده حواليك، شوف ابن الجيران، ابن حضرتك، ابن زميل حضرتك في سن مثلا لحد سن جريد 6 بيلعب كام لعبه رياضيه، على الاقل لعبتين، بيلعب كره قدم وسباحه، بيلعب فولي وسباحه، ده غير الولاد اللي هم بيلعبوا كومبيتيتيف. فبدنيا احنا عندنا قاعده بدنيه قويه جدا. ممكن دكتور مخلص بحكم بقى عمله واحتكاكه بالمجال ده يكلمنا اكتر عن الاعداد البدني وان ازاي ان احنا عندنا نشء بدني قوي. فين بقى الحاجه الفنيه في كره القدم اكتر؟ التكتيك بقى، التكتيك والتحفيظ واساسيات كره القدم. التكتيك اللي هو 4-4-2 و4-3. كندا من اصل التكنيك. ايوه بينقصها التكنيك، بينقصها، لكن بدنيا لكن لا بدنيا لا عالية. لا التكنيك مو التكتيك. لا التكنيك، لا مش التكتيك، التكنيك تقنيات كرة القدم. التكتيك عندهم كويس بس مشكلتهم بالتكنيك. طبعا تقنيات كرة القدم، اللعيبة المهارية، الحاجات اللي هي تنقص زي بيقولوا كده الملح والفلفل بتاع كرة القدم. يعني انا عندي لعيب مثلا خلينا نتكلم كمدرب، انا عايز مثلا لعيب بيلعب في منطقة خط النص يلعب ال 90 دقيقة على نفس البدني، يعني بنفس الليفل، بيجري بنفس السرعه، بيعمل نفس السبرنتات، رايح جاي، بيعمل دور البوكس تو بوكس على طول، ما بيتعبش، موجود. بس الفني بقى انه يقرا الملعب، يعمل لونج باس مثلا، يلعب في المساحه البنيه، يبقى قاري فرقته. هي ده بقى يعني بيسموها بالفوتبول اللي بيلعب خارج الصندوق. ايوه الفني بقى،
لاعب اللي بيلعب خارج الصندوق كتير قليل بكذا، وهذا اللاعب حتى لما بيكون موجود، طبعا انا صار لي 10 سنين بشتغل كره قدم كذا، حتى هذا اللاعب لما بيكون موجود لا يلقى الرعايه الكافيه، لانه لما بيكون هو ولد صغير، بما انه كندا تقوم على انه المساواه بكل شيء، فلازم ما المدرب دائما عامدا متعمدا يتعمد ان لا يميز هذا اللاعب، علشان هون في شيء في شيء في شيء بالكلتشر تبعهم. مثلا بيجوا بمرحله 12 و13 سنه هذول، المدرب لازم الكل يلعبوا، فبدي لاعب الكل، وحتى هذا اللي بيكون مارادونا لازم يلعب مثله مثل الباقي، وما بيشعروه انه هو مميز عكس عنا. المدرب طبعا دائما نحن بنقول عنا وعندهم، لان نحن عشنا هناك وعشنا هنا، يعني مش ما هو ده عنا دلوقتي، احنا عنا يا باشا، عشان ما نزعل يعني، عشان ما نزعل يعني. مثلا خلينا نحكي واحد زي جمال، دكتور جمال عنده ادم الله وهبه موهبه كويسه، الدكتور جمال راح ياكل سكر ولوز عشان عنده هاي موت، فبيجي على النادي بحط له كرسي بس لابوه لجمال، يعني باقي الابهات واقفين برا، بس جمال قاعد جوا، حطوا له كرسي، جابوا له شاي الولد بيتوزع للفريق كله بوط واحد، هذا الولد بياخذ بوطين. هذا مثلا، هذا الاب اللي ابوه، لان خلينا على نفس المثال جمال، بياخذ تذكرتين بمباراه الرجال يعني. فمن لما الولد بيكون عمره 10-12 سنه، العيلة كلها عم تترفه من وراء هذا الولد. هذا الحكي صناعة النجم، هذا اسمه صناعة النجم. صناعة النجم غير موجودة بكندا، على يمكن باليو اس بلشوا فيها في نجوم. صحيح. ال ام اس دلوقتي اعتقد، ال ام ال اس دلوقتي اعتقد من الـ من الـ من الدوريات اللي تعتبر بدأت تبقى دوري كبير، بقى فيه حقوق رعايه وبقى فيه حقوق، بس برضه ذات ثقل، وبقى ليها يبقى ليها ارقام. اعتقد من الجوانب برضه الايجابيه اللي اتعملت وبقى لها مثلا لا يقل عن 5-6 سنين، الجولات اللي بتعملها الفرق الاوروبيه في نورث امريكا قبل بدايات الدوري بتستقطب عدد من الجماهير لا باس به، يمكن اكبر دليل كان الماتش اللي فات بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد اللي خلص لصالح اتلتيكو 7-2 او 7-3 في الصيف اللي فات. كان الاستاد في امريكا يعني ما شاء الله، تحس ان ده ماتش في اوروبا مش ماتش في مش امريكا. على فكره احمد، كانت من انجح كؤوس العالم، كانت من انجح كؤوس العالم الكاس العالم صارت في امريكا. صحيح، بساعة سنه 94 كانت اعلى نسبه حضور. ليش اعلى نسبه حضور؟ لانه حضروا الجاليات. اوكي يا حضروا المكسيكيين وحضروا الفرنسيين وحضروا حضرت الناس اللي تشجع فرقه، وكان رغم انا عامل بزماناتي برزنتيشن على هذا الموضوع في سوريا، كانت أسوأ كاس عالم كطقس، وكان في امريكا كان البرزنتيشن تبعي عن موضوع الطقس، فعملوا المباريات بكاس العالم بيو اس عملوها الساعه 2 ظهر بالصيف، فعملوها الساعه 2 ظهر، مو مشان ما تنقطع الكهرباء او عشان الشتاء اللي هو بجد، لا عشان العالم كله يشوفها. فوقتها كان البرزنتيشن تبعي انه كيف البزنس تبع كره القدم بيضحي بالامور الطبيه احيانا، يعني وضع اللاعبين تحت حمل طبي عالي جدا، لعبوا بدرجات حراره عاليه ورطوبه عاليه عشان كل الكره، مو كلها، عشان غالبيه الكره الارضيه تتابع كاس العالم. توقيت يعني عشان التوقيت. صحيح. دكتور مخلص، اين ترى الكره الكنديه واحنا مقبلين على كاس عالم سيكون قريبا بين كندا وامريكا والمكسيك؟ كندا وامريكا والمكسيك. نعم. هلا انا واحمد عشنا جايين من اجواء كره قدم، في مشكله بين الكنديان كلتشر وكره القدم، يعني ما بتحسن زوجهم مع بعض، يعني بدهم وقت طويل، سبيشالي في شغلة انتم ما بتعرفوها، قيادات كرة القدم بكندا اغلبهم بريتش. اوكي. وايرلنديين اعتقد. وايرلنديين، والتغيير انبسط. صحيح. بس
عندهم دكتور. ثقافه معينه في كره القدم يعني قديمه شويه. طب اعذروني انا يعني انا المستغرب هو انه الكره النسائيه في كندا one of the top يعني دائما بوصلوا للنهائيات بوصلوا للمباراه النهائيه واخذوا اعتقد المركز الثاني. طب ليش الرجال انا بجاوبك الفوتبول الكندي النسائي كثير قريب من الكالتشر تبع كندا. ما ان حكينا عن النساء معنا الاستاذه عبير اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. اي اول مره مطلع سمعان عبير. الو لا نحن سمعانينك. شكلها مش حاطه الو اي سامعينك هيك في خيانات هون. ايه بس لا فيش لسه خيانه خالص ما فيش اي حاجه لسه. بس كنا بنحكي عن النساء سبحان الله. سبحان الله. فخليني اكمل. فالكالتشر الكندي طبعا هو بيعطي الحريه للمراه بيعطي الحريه للبنت تلعب وبيلعبوا البنات من هن وصغار كثير والاهل بيهتموا فيهم. فعدد الدول اللي فيها كره نسائيه بالعالم ما هي كثيره يعني ما كل دول العالم عندها فوتبول نسائي. فالدول المحتكره الفوتبول النسائي هي الدول اللي عندها تحرر مرأة عالي جدا. الدنمارك فنلندا هدول فرنسا الدول اللي عندهم تحرر مرأة في عندهم فوتبول. حتى على مستوى الهوكي انا عندي استاذ لما جيت على البلد كنت عم بعمل كورس لغة كنا كثير اصدقاء فعزمني على ماتش هوكي فدفع حتى والتذكرة بس بده يشوف شو ردة فعلي على الهوكي. ففعلا رحنا على تي دي يارينا وحضرت جيم كبير وقتها وكذا. فهو دائما عم يستنى جواب فني يعني ساركاستيك. قلت له شوف فريقكم الهوكي بكندا كتير كويس. هو اسمه كولين. قلت له بس تعرف استاذ كولين تصور هلا يتغير المناخ بالعالم ويصير الدنيا كلها فيها ثلج شو بيكون ترتيبكم انتم بالعالم بالهوكي ام صاريخ يعني لانه عدد الدول بتمارس هوكي ما هي الهلا هن بمقدمه الدول اللي هن كلهم سبعه يعني هن فهي نوع من الكالتشر تبعهم. بتصور الكره الارضيه كلها عندها هوكي فبتفرق قصه. كره القدم صعب كثير جمال العالم كله ما في ضيعه بالعالم ما فيها ثلاث حدايد الا فيها ملعب صعب طيب كثير يعني. بدنا نسمع احمد احنا حنرجع لك في التقرير. احمد هعمل لنا تقرير اليوم عن الدوريات اللي صارت بس اعطيني دقيقتين اسمع الاستاذ عبير تعلق لنا. كنا بنحكي عن موضوع كره القدم في كندا. احنا مقبلين على كاس عالم قريبا مشترك مع كندا ومع امريكا والمكسيك. ليش الكرة الرياضية الرجالية أو كرة القدم الرجالية مش بقدر النسائية في كندا؟ النساء عندهم قدرة عجيبة للوصول للنهائيات. الكنديين الرجال وصلوا أصلاً للتصفيات. شو رأيك؟ بصراحة هو الهم الأكبر لدى المرأة هو الانتصار على الرجل بأي شكل وبأي طريقة. شرحتك وياها الاستاذ عبد الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كل فرصة مؤاتية لأنه تنتصر عليه بأي شكل هي ما حتتأخر أبدا. يعني هذا أحد الأسباب. هي أحد الأسباب طبعا. طبعا هو تصميم هو مثل عند رغبة بأنه هي تثبت نفسها بشكل بقوة. يعني هذا الشيء هو بالفعل اللي بيخلي المرأة دائما تصل للأشياء أكثر من الرجل. بالذات قصدك أنت بكرة القدم بس أنا بظن بكل شيء يعني. ممتاز ممتاز. حنرجع لكرة القدم بس أو للأسباب هاي في تعليقات من أمجد وشباب حنقرأها. أستاذ كابتن أحمد إحنا معك في تقريرك اللي بدك تحكي لنا إياه. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اهلا بكم في اول مره هنتابع فيها الدوريات على قناه كنار مع جنون الكوره. خلينا نبتدي بعوده الدوريات طبعا بعد توقف الدوري لمده تزيد عن ال7 اسابيع تقريبا. معظم الدوريات الاوروبيه الكبرى وهي دي اهم الدوريات واللي بيتابعها عدد كبير من الناس توقفت زي ما احنا كلنا عارفين بسبب جائحه كورونا، وعادت مع عودة الدوري الألماني اللي حدد ليه يوم 16 مايو لاستئناف الجولات، وعودة الجولات دي كان مع الجولة رقم 28. خلاصة الجولتين اللي فاتوا، لأن أقيمت جولتين، خلاصة الجولات دي إن البايرن ميونخ عاد لمركزه الطبيعي كأول الدوري، ولا كأن حاجة حصلت من اللي في أول الموسم. كان في أول الموسم متراجع وبعيد عن المنافسة، وكان نادي لايبزيج ومونشن جلادباخ هم اللي أكتر وفي الصدارة، وكان في منافسة ما بينهم. ولكن الوضع دلوقتي البايرن ميونخ متصدر ب 64 نقطة وأقوى هجوم ب 81 هدف، وفاز أخيرا كلاسيكو الدوري الألماني على بروسيا دورتموند بهدف مقابل لا شيء عشان يفوز عليه للمرة الثالثة في الدوري على التوالي، وفرق 7 نقط للبايرن في الصدارة عن بروسيا دورتموند الثاني اللي تلقى الهزيمة الخامسة ليه في الموسم ده. فالوضع في الدوري اللي رجع يعني تقريبا كده مسألة وقت، واللي فاضل في الدوري حوالي 9 أو 10 جولات ويخلص الدوري على خير لبايرن ميونخ ويتوج كالعادة بلقب الدوري الألماني كما هو المعتاد. اما بالنسبه لباقي الفرق، من الفرق المهمه اللي ظهرت على الساحه الالمانيه في الجوله دي كان نادي لايبزيج، واللي في الجوله دي تعادل مع هرتا برلين بهدفين لكل فريق عشان يستمر في مركز ثالث الدوري، وغالبا بنسبه كبيره هنشوف نادي لايبزيج في الموسم اللي جاي بطبيعه الحال في دوري الابطال، كون المانيا بيتاهل ليها الاول 4 فرق من الدوري لدوري ابطال اوروبا الموسم القادم بصحبه بايرن ميونخ وبصحبه بروسيا دورتموند ومونشن جلادباخ او شالكي على حسب مين اللي هيتاهل معه. لكن بالنسبه للدوري الالماني، الدوريين التانيين المهمين واللي بينتظرهم عشاق الكوره في كل مكان هو الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم والدوري الاسباني. طيب نروح للدوري الانجليزي اللي مبدئيا على الموقع الرسمي للاتحاد الانجليزي لكره القدم اعلن عوده الدوري يوم 19 يونيو بشكل مبدئي، ولكن بعض الأندية بتحاول تأجل الميعاد ده لحد يوم 26 نظرا لأن بعض الأندية أثناء عودة التدريبات الجماعية خلال الأسبوع اللي فات ظهرت بعض التحليلات لوجود لاعبين جالهم أو أصيبوا بفيروس كورونا، فعايزين يأجلوا شوية عودة الدوريات إلى 26 يعني على أساس إن احنا نحاول نتجنب على قد ما نقدر. ولكن حتى وإن عاد الدوري الإنجليزي فالمنافسة على الصدارة محسومة، لأن نادي ليفربول المتصدر برصيد يعني كافي من النقاط، فضله ماتشين فوز ويخلص الدوري. مانشستر سيتي طبعا هو في المركز الثاني وضامن مركزه. والله يا باشا أرزاق، هنعمل له إيه بقى أبو صلاح؟ يعني الراجل نفسه يكسب الدوري بقى، سيبوه يا جماعة سيبوه يكسب. ولكن هو اكتر المنافسه في عوده الدوري الانجليزي هتكون بين تشيلسي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون على مركز رابع الدوري والتاهل لدوري ابطال الموسم اللي جاي، لان الثالث برضه بنسبه كبيره اتحسم لليستر سيتي. اما في الهبوط فعندنا 3 فرق بتصارع على الهبوط وهي نوريس سيتي استون فيلا ونادي بارنموث، واللي هيبان طبعا مع عوده الدوري مين فيهم اللي هيهبط لدوري التشامبيونشيب. اخر دوري هنتكلم عليه سريعا عشان ما اطولش عليكم هو الدوري الاسباني اللي حدد ليه يوم 12 يونيو لعوده النشاط، واللي طبعا انا بشكل شخصي يعني كمشجع للكوره عايزين الدوري ده بالذات يرجع، لان في منافسه بين ريال مدريد وبرشلونه بفرق نقطتين، وكان فتره فرق نقطه وكان فتره الريال هو المتصدر، ولكن حاليا هو برشلونه المتصدر، فعايزين الدوري ده يرجع واللي فاضل فيه 11 جوله على المنافسه. طبعا الفرق في الدوري الاسباني عادت للتدريبات الجماعيه بقى لها حوالي 10 ايام وبشكل كبير هنشوف الدوري الاسباني يعود اليكم من جديد خلف الابواب المغلقه وبدون جمهور يوم 12 يونيو. دي كان جوله سريعه في الدوريات الاهم واللي هيرجع ليها النشاط. طبعا توقف، مفيش دوره امم اوروبا السنه دي، مفيش كوبا امريكا، دوري الابطال كلام كلام، لا طب هنعمل ايه مش هنعمل ايه، لسه برضه الاتحاد الاوروبي
ما عملش حسم في نقطة دوري الأبطال. وعلى الجانب الآخر مؤخرا لسه الاتحاد الأفريقي بمناسبة اتكلمنا يعني على البطولات القارية، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للبطولة الأهم هي دوري أبطال أفريقيا بيناقش حاليا عودة النشاط، هل الأربع فرق اللي تأهلت النصف النهائي الأهلي والزمالك والرجاء والوداد المغربي هل هيتقام ما بينهم ماتشات الذهاب والعودة ولا تقام دورة مجمعة لحسم اللقب على بطل دوري أبطال أفريقيا لهذه السنة؟ شكرا جزيلا. طيب أنا بدي أهديكوا هذا الجول بس هيك. اتفضل يا باشا. هذا مش طبعا قديم هو. اتفضل. طبعا هذا ال أعتقد برشا يس. هذا آه فليب كوتينيو. كان لاعب في برشلونة وبيلعب دلوقتي، كان منتقل حديثا للبايرن، وفي كلام ان نادي نيوكاسل عايز يتعاقد معاه في بعد ما نيوكاسل دلوقتي اتباع لمالك جديد، وفي استثمار كبير هيتم في نادي نيوكاسل، وفي يعني انباء متضاربه عن استخدام لاعبين ذوي ثقل في الدوري الانجليزي عن طريق نادي نيوكاسل. طب الدوريات اللي حكيت عنها كابتن احمد كلها راحت بدون جمهور صح؟ كله يا باشا بدون جمهور خلف الابواب المغلقه، يعني هنرجع للبلاي ستيشن شكلنا. والله بص الموضوع، بص خلينا نتفق على حاجة، أنا بحب دايما أسمي الأمور بمسمياتها. خلينا نتفق إن كرة القدم في هذا المستوى من المنافسة، المستوى الإعلامي القوي ده والكفر القوي ده هي صناعة بالمالتي بليونز، ليها حسابات مختلفة عن إن كرة في رجل لعيبة هيحط جول، في حسابات كتير جدا 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 جدا. الخسائر من 7 أسابيع لتوقف الدوريات والبطولات مهولة. صحيح. مهولة. صناعة صناعة صناعة. يعني أندية بتدفع رواتب للعيبة بيلعبش، عقود رعاية عيد النظر فيها وشروط جزائية نظر فيها، how to compensate كل الخسائر دي. يعني توقع إن الأندية دي حتى كمان بمناسبة تكلمنا يعني على الخسائر، الاتحاد الأوروبي بينظر حاليا انه يرفع العمل بقاعدة اللعب النظيف في فترة الانتقالات اللي جاية، ان كل نادي لازم يكون معدل الصرف لشراء اللاعبين معادل لمعدل الصرف في بيع اللاعبين، ما يبقاش ما يشتريش برقم كبير جدا ويبيع برقم قليل. دي اسمها قاعدة اللعب النظيف ببساطة، يعني ان لازم الميزان ده بين الشراء والبيع يبقى متوازن، عشان ما فريق ما يجيش يقوله مستثمر مع 50 بليون دولار يروح يشتري له اعظم لعيبه في العالم وبقيه الفرقه تقعد تعاني ببساطه. يعني احمد خطيب من يحيى الشيخ مثلا يجي على اوروبا؟ لا هي مش كده، هم بيتكلموا عموما حتى. لا وليه الاتحاد الافريقي برضو فيه قاعده لعب نظيف، والاتحاد الاسيوي فيه قاعده لعب نظيف، كل الاتحادات فيها قاعده لعب نظيف. فالاتحاد الاوروبي اللي هو يعتبر اللي ماسك اقوى الانديه في العالم بينظر لسه الموضوع ما اقرش، ان هل في امكانيه نرفع قاعده اللعب النظيف دي، لان الانديه بتعاني في الفتره اللي فاتت دي وعايزه تعوض الخسائر، فهتعوض الخسائر من بيع اللاعبين، فهنرفع القاعده دي بس موسم وممكن نشوف يعني الدنيا تمشي. وده لسه كلام، حجم المشكله ماليا اكبر من ماتش 90 دقيقه انا كواحد هتفرج عليه، وفي نص الماتش لو زهقت هطفي التلفزيون. مظبوط صح. طبعا احنا باسمكم جميعا نشكر كابتن احمد على التقرير الرائع اللي اعطانا اياه. التقرير كان قصير لانه المباريات لسه ما بدت، بس لما تحمى حمايه الوطيس راح تشوفوا كيف كابتن احمد هيك جبنا الجول من نخشيشه. ان شاء الله. هلا خلينا نضل بنفس الحته دي. ايوه. شو رايك انت باقامه مباريات بدون على الجمهور بكرة القدم؟ شغلة كتير مهمة يعني اللاعب 13 صح ولا 12؟ لا بقول لا شو رأيك أنت بموضوع الجمهور؟ يعني هل سيؤثر، هل سيغير مجرى الدوري بأوروبا؟ والله بص يا باشا عندي؟ أنا معلش يعني خلينا طلع الإجابة دي من الروت بتاعها. أنا كواحد أهلاوي كنت بروح أتفرج على الأهلي في استاد القاهرة، الجمهور بيحرك جبال، الجمهور وتشجيع الجمهور ده بيخلي اللعيب عنده أدرينالين رش يعني مختلفة تماما. طبعا. تمام طبعا.
فاللاعب كونه هيأدي ماتشات من غير جمهور طبعا هي ليها 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 جانب سلبي. انا شخصيا عشت ده مع الكره المصريه، لان احنا لفتره طويله ولحد دلوقتي مصر بيقام فيها المباريات من 2012 الى الان بدون جمهور، بدون جمهور من حادثه بورسعيد اللي حصل اللي حصلت من ماتش المصري والاهلي تمام. فما الفريق المصري سواء اهلي ولا زمالك ولا اي فرقه بتروح تلعب بره في افريقيا، بتروح تلعب على ارض الخصم قدام جمهوره، بيبقى الموضوع عليها شاق. اما منتخب مصر كان بيلعب فرقه في مصر او بره مصر قدام جمهور كنت بتحس ان اللعيبه متاثرين. طبعا هو في الاخر هو بروفيشنال، يعني الخضه من الجمهور دي المفروض ما تاخدش من اللعيب اكتر من دقيقه او دقيقتين، المفروض هو اصلا ضيع كتير منها في الاحماء المفروض. بس الجمهور منظم استاذ عبير، شو رايك؟ الجماهير عفوا الجمهور منظم، يعني الجمهور ما هو عشوائي. هلا في شغله انا احكي فيها، عفوا عبير، الجمهور هو ليس الجمهور يعني انا اشتغلت بكرة قدم، الجمهور مربوط فينا، في مايسترو بالملعب وفي ناس تحت ايد هذا المايسترو، ونحن بنوجه. انا كنت مسؤول، انا في فتره كنت مسؤول، بنوجههم من على الخط، يعني نحن بنعرف ايمت نقول لهم قوموا، ايمت اقعدوا. هلا مثلا لما بنشوف الحكم جبان مؤامرات ايه بنعطيهم اوردر انه كل ما صفر صفره علينا اعترضوا، كل ما صفر صفره علينا اعترضوا. فالجمهور كل ما فبهون الحكم ضد. هلا كان في اللي نحن، انا النادي تبعي مثل الاهلي، نحن اسم الاهلي 50,000 متفرج في الملعب. تصور المدرب الثاني، كان في مدربين اذكياء وفي مدربين ما ينتبهوا. احمد لما بيدخل الفريقين على عرض الملعب ما بيدخلوا سوا، لانه ما عندنا ملعب ثاني للاحماء، فبيدخل كل فريق لحال بيحمي، بيعمل الورم اب وبعدين بيطلعوا وبيدخلوا سوا. فكنا نحن كنا نحن كنادي نحاول نزق الفريق الثاني قبلنا بأرضنا. لما يكون أرضنا نحن هوم تيم، نطلع الفريق الثاني قبلنا. فلما بيطلع الفريق الثاني قبلنا الجمهور بيصفر له باستياء، شيء مرعب. وهو موجود هذا الفريق بالملعب ومستقيم عملوا له كذا، هو موجود هذا الفريق بندخل نحن، فنحن الجمهور بيرحب فينا بطريقة كأنه زلزال. فهذا كله كان يعني ارض كلها طبعا كله كان عباره عن تكتيك. هلا اخر مثلا اخر خمس دقائق نحن هوم تيم روحانين 1-0، لازم الجمهور قبل 3 دقائق من نهايه المباراه يوقف ويصفر انه خلصت المباراه. انت عم تبعث مسج للفريق الثاني خلص انتهت فينيش. فالجمهور يعني تأثير النفسي، يعني انا ما بتصور المباراه بدون جمهور، في صعب. استاذ عبير انت مش لاعبه كره قدم، انت بتلعبي كنت رياضات اخرى، لو تحكي لنا عن الرياضات اللي كنت تلعبيها وتاثير الجمهور عليك. اول شيء بقول انه اكبر عقاب ممكن تعاقب فيه فريق انك تحرمه من جمهوره. انا هاي بظن عقاب يمكن لاحظت تاثيره على الفريق ذاته، مثل ما قال كابتن بسيوني أكبر عقاب عن جد ممكن تعاقب فيه فريق. يعني أنا كلاعب من دون جمهور يعني ما بدي ألعب أصلا. بس طبعا أنا كنت ألعب لعبة ثانية، يعني كنت ألعب بخجل ألكون شو كنت ألعب. أنا بلعب كرة يد وحاليا كرة قدم. أنا كرة يد منتخب سوريا لكرة اليد، وبس سبحان الله الأقدار هيك رمتني على كرة القدم، مع أنه أنا كنت بكرهها يعني أقول لحالي كرة اليد معشوقتي حبيبتي عمري، يعني كيف أنه أنا أترك كرة اليد وأروح على كرة القدم؟ 10 سنين ملاعب الحشيش والغبرة والخطوط البيضة والوسخ يعني هذا شيء نقلة غريبة من ملاعب الفوتسال لملاعب اللي هي طبعا ملاعب الصالات المغلقه. احنا زعلناك في حاجه، انت ليه واخده مننا موقف من ساعه ما جيتي وبتوع الكوره والميل غلط برضه؟ ايه الموضوع غلط؟
انت بالذات لابس اورانجي ليه؟ برشلوني؟ برشلوني؟ اعوذ بالله انا مسلم مسلم واحد دنمارك هولندي 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 طيب انا بدي احكي لكم او اقرا تعليق امجد صديق عزيز بيحكي من خبرتي كاب حريص على ايجاد الرياضه المناسبه لاولادي في كندا للاسف لم القى مدربين ذوي كفاءة لتنمية الأطفال حتى أن بعضهم كانوا متطوعين حيث الأهالي كانوا يدفعون مبالغ باهظة لتلك النشاطات في أندية معروفة محليا. والله صحيح. إذا سوري تسمح لي أشارك يعني أول ما وصلت لكندا بيعرف دكتور مخلص رحت كفولنتير لأحد الأندية بوينزر اللي هي وينزر سكر كلوب اسمه يعني no. اتفاجأت بصراحة انه كل السيشنز اللي بتقوم بتدريب الاطفال اللي هي كل الاعمار السنية اللي هي under 10, 12, under كله volunteer وكلهم ما عندهم خبرة ما عندهم لا خبرة بالwarm up ولا بالstretching هاي اطفال عبتتأسس بصراحة استغربت أنا كنت حاطة فكرة عن كندا إنه يعني كرة القدم بكندا يمكن تكون كتير متطورة عن الأماكن اللي أنا جيت منها بس تفاجأت إنه اعتمادهم على الفولنتير كتير كبير واعتمادهم حتى أحد أولياء الأمور يعني أو سوري أحد مساعدين مدرب صبية صغيرة سألتها إنه أنت شو أخذ شهادة؟ قالت لي أنا ولي أمر طالبين لعبة وقالوا لي بتصيري مساعد مدرب قلت لهم أوكي ما عندي أي مانع قلت واو شو ولي أمر هيك ست يعني ست أم يقولوا لها مثلا استلمي مساعد مدرب مع وهي ما إلها بالتدريب نهائيا ما إلها بشي هي عم تجي مع بنتها على التمرين فاستغربت يعني قلت خليني أرجع أشوف أركز أرجع في الأمور يمكن يكون أنا فاهمة غلط لكن بالفعل يعني أي حدا بيشوفوه فاضي وطبعا اكتشفت أنه موضوع الميزانية مشكلة البشرية كلها مش بس في بالإمارات أو سوريا أو حتى وين ما كان نفسها بكندا عندهم مشكلة بالميزانية وعندهم مشكلة بالرواتب وعندهم مشكلة بال يعني بالإكيوبنت وأمور كثيرة يعني مع انه انا بعرف يعني من الاهالي اللي بياخذوا اولادهم على التدريبات يعني لنا اصدقاء واحمد بيعرفهم كمان مكلف يعني انت بتحكي الكومبيتيتيف عشان تحط ابنك مع مدرب عنده خبره وعنده ريفيوز وبتلعبوا بقى بيروح مسابقات ويطلع برا والكلام ده هتدفع لكن السيرفيس اللي بروفايدد باي ذا سيتي انت ونصيبك يا يعني يروح مع واحد بيفهم يعلمه يا يروح مع واحد وهو بيكسرسايز وخلاص انت كسبان انه هو شغل وقته انه بيروح لا 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 انا انتبهت تأييدا لكلام احمد 90% من الفوتبول لهذا الجيل هو عبارة عن دي كير يعني بيروح الاولاد ليتسلوا يعني ما رايحين يتعلموا ما رايحين يتعلموا كرة قدم فالفرق اللي بتعلم كرة قدم حقيقي كتير قليلة بس احنا دكتور مخلص احنا بنحكي احنا جايين على كأس عالم وبنحكي انه بدنا نغير ثقافة كرة القدم بدنا نغير الاسلوب مش يعني بالجهود مش بالجهود مش بالجهود المجتمعية يا دكتور محمد لا الجهود المجتمعية دي لا. يعني اقصى حاجة ممكن تعملها ان انت تشجع بيها الولاد ان انت كنيبرهود وكميونيتي اللي بيلعبوا فيها كرة تشجعهم تروح تحضر الماتشات تعمل لهم تشيرينج الكلام ده كله لكن كعمل هيخرج منه ناتج ذو قيمة لا ده عمل مؤسسي كاتحاد بقى انت بتتكلم دلوقتي يعني الاتحاد ده من فترة كان زعلان ان هو بيشارك في البطولة المشتركة اللي بين امريكا وكندا قال لك لا احنا خلاص دلوقتي بقى عندنا فرقنا نعمل احنا بطولة بريميوم للناس اللي هي للأندية الكبيرة في كندا وده كان سبب ان يتعمل بريمير ليج لكندا أمجد بيحكي للأسف الكومبتيتيف على فكرة أنا تعليقي على الكومبتيتيف يعني هو بيحكي
هو يمكن صار سوء فهم. الأستاذ كابتن أحمد بيحكي yes the competitive is very expensive يعني، بس هو بيحكي إنه في حتى competitive متطوعين مش professional. إيه أنا راح أحكي لك، أنا راح أحكي لك. أنا بكون اشتغلت في كرة قدم. أنت منين بدك تجيب مدربين؟ المدرب ببلادنا، وأحمد بيعرف وعبير بتعرف، المدرب ببلادنا هو إنسان كان لاعب، كان لاعب على ممكن يكون ما وصل لمستوى عالي جدا، بس عنده طموح انه يعوض فشله، انه يعوض فشله انه ما صار لاعب دولي، انه يروح يشتغل مدرب لحتى يكسب مهنه. التدريب بالوطن العربي مهنه، فبيروح بيبدا، فبيروح بيبدا من الصغار وبيشتغل فالنتير. لا لا، مشان ما تفكروا انه ما في فالنتير عندنا، لا لا لا، كل اللي بيشتغلوا بقواعد الانديه عندنا اغلبهم فالنتير، بس هذا الفالنتير عنده هدف انه انا بدي اطلع لفوق، بدي اطلع بعدين اصير مدرب ال15، مدرب ال17. وفي كثير مدربين صاروا مدربين منتخب سوريا او منتخب وطني، وهن بلشوا ولم يكونوا لاعبين دوليين. زائد انه في بعض الانديه الكبيره مثل الاهلي، الزمالك، اتحاد سوريا، اللاعبين بيعطوهم، حتى يعطوهم مصاري للاعبين بيسلموهم فرق صغيرة، يعني نوع من أنواع التشجيع، نوع من أنواع المدخول المادي. يعني مثلا فريق الرجال عندك 40 لاعب، ممكن 35 واحد عندهم فريق. فأنت لما بتتمرن مع واحد مع واحد كويس وبيعلمك منيح. على فكرة اللي عم يطلع اسمه هذا عدنان عمر عجنجي، هذا سوري مستلم أكاديمية باريس سان جيرمان بتركيا، وعامل احسن مدرب بتركيا. يعطيه العافيه كابتن عدنان. وهذا مختص بالبلاد صغار، وعم ياخذ جوائز على مستوى اوروبا، هذا فالنتير. يعطيه الف عافيه، يعطيه الف عافيه. هي هواي هون بكندا بياخذوها عباره عن نوع من التسليه، يعني ما هي يعني مثلا واحد بيكون موظف وعم بيشتغل فالنتير بنادي، بس الوظيفة بالنسبة له 10% من اهتمامه، 90% من اهتمامه بهذا الشيء. الكرة القدم باختصار ليست أولوية في كندا. هاي هي. طب احنا يعني within 6 years ان شاء الله راح ندخل على الكأس العالم. يعني اللي عمره 26 سنة هلا يمكن يلعب ويمكن ما يلعب كأس العالم. فمعناها لازم نركز على اللي أعمارهم نحكي بعد 17 16 يعني 15 14 الجيل. عفوا دكتور جمال، هني مركزين على في برنامج اسمه الـ OBDL. الـ OBDL هو من 12 سنة، بلش من 12 سنة لل 17 سنة، وعاملين شغلة عظيمة ما حدا عاملها بالعالم كله. هذا مدعوم حكومي؟ ايه مدعوم حكومي. الـ OBDL 13 شباب وبنات بيلعبوا دوري كامل على مستوى البروفيانس، يعني تبدا باوتاوا، اللي بياخذ انا بحكم فيه، اللي بياخذ بطوله اوتاوا بيروح بيلعب بالتجمع النهائي بتورنتو. 13 14 15 16 17 18 كل هدول الفرق وعم بيصير صرف عليهم. هلا المشكله اللي بنناقشها نحن على فكره، عندهم لاعبين احمد، نحن مو نحكم كل يوم، عندهم لاعبين مو معقول طبعا ولا شيء بالنسبه لهم. طبعا ده شيء طبيعي. انا بقول لك احنا اخذنا كاس اسيا بسوريا، عندنا اربع ملاعب. لك انتم عندهم لاعبين وعندهم حتى ده ما فيهوش اي شك. ده يا دكتور مخلص، ما احنا قلنا البدني. احنا مشكله كندا فين؟ مشكله كندا في الملح والفلفل، مش مشكلتها في الاجيال. لا والله عنده مشكله ثانيه. اقول لك شويه، هلا انا من خلال مناقشتي مع المدربين عم بيقول لك في شيء بصير للاعب بين 18 وال 21 بيفقد متعته بهذا السن البلوغ، وبتدخل هوايات جديده، بيكونوا مشتغلين بالولد من 12 لل 17 18 ب 18 بيغير طريقه. تخيل بقى مع الانتاج ده، وخلي بالك ده كل ده انتاج محلي، يعني برضو خلينا نقول ان الاكاديميات بتاعت متابعه لعيب الكره هنا هي في مؤسسات محترفة، بس هي برضو ستيل مش جريد 1.
احنا مش بنتكلم مثلا مش اكاديميه بي اس جي ولا اكاديميه مانشستر يونايتد ولا تشيلسي اللي هي اللعيب 18 سنه لسه اخضر بيروح يحطه في فريق كبير بمبلغ واللعيب ده بيبقى بروفيشنال. احنا مش بنتكلم كده. تخيل بقى ان احنا لو عندنا كده كمان ان انت بتاخد اللعيب ال 18 19 ده تروح تحطه في دوري اوروبي يلعب دوري درجه تانية او يلعب دوري درجه اولى. اعتقد برشلونه فتحت اكاديميه عندنا. فتحت اكاديميه بس لسه برضو موضوع ان هم يشاركوا في الدوريات اللي هي الكدوريات الكبار اللي هي يو 17 ويو 18 اللي هو الدوري بقى المؤهل بعد كده يلعب درجه اولى لا لسه. ولكن طيب ده اللي انا بتكلم عليه. سؤال سريع وفي نكته هيك بقول لك ما هو تفسير كره القدم في المنام؟ محمد تميمي بيسالك. لا حول والله يا اخي لا بحلم بشوف كره القدم. هذا شخص يبحث عن جول ثاني جول في الحياه. طيب بس يوني اديها اديها عشان اخر كلام بس عشان انطلق. ان شاء الله انا متوقع ان كندا تقدر تشارك بكاس العالم بايجابيه ويكون لها وجود وفي الفتره اللي جايه نشوف عدد من اللاعبين المميزين على مستوى المنتخب الاول وعلى مستوى المنافسه زي ما شفنا الحاله اللي اتكلمنا عليها اللاعب المنتقل لبايرن ميونخ. نشوف اكتر من حاله للاعبين يحترفوا من كندا في الدوريات الاوروبيه. انا سعيد جدا بالوقت ده معاكم وان شاء الله على وعد بلقاء الاسبوع القادم وتقرير سريع مش هشارك مشاركة كاملة يعني تقرير سريع بس. إن شاء الله أهلا وسهلا فيك بسيط. شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن. شكرا يا كابتن. شكرا جزيلا. طيب شكرا أحمد. يسلم ايديك وشكرا لك. أحمد حبوش بقولنا طبعا هو بيحكي إنه كندا كرة القدم في كندا فاشلة لسببين هذا برأيه. خلينا نشوف السبب الأول. السبب الأول كندا غير مهتمة بهذا النوع من الرياضة. والثاني صدق أنها ما في مافيا 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 تستغرب من ذلك. أنا فهمت عليه. هلا المهيمن على كل على الرياضة في كندا هو الهوكي. الهوكي والهوكي ما لا أي مصلحة إنه كرة القدم تطلع أعلى من هيك لأنه بس انا رايي المستقبل بهاي البلد هو لكره القدم. لو نحن بس العرب نبتعد عن التعصب ونبتعد عن الفوضى ونروح نمارس كره القدم بكندا بطريقه حضاريه وننسى الطريقه العربيه اللي جينا منها سيكون بس لا لا دكتور مخلص العرب هون يعني خاصه الجيل الجديد والشباب بيمارسوها بالطريقه الكنديه ولا لا. انا حكم انا كل يوم انا كل يوم بالملعب أنا نعم. يوميا بالملعب أنا بحكم 100 مباراة بالصيف بس كان في بالملعب 5 لاعبين عرب الله يعينك على المباراة حتى لو ولدانون ما زلنا بدنا نغش وبدنا نزعبر ونغير. هلا في فريق واحد بأوتاوا بيديروا شاب اسمه هاني مصري عامل إلى حد ما وجه حسن وكل اللي عنده ولدانين بكندا. بس المشكلة لو بس نحن نلعب كرة القدم مثل ما بيلعبوا الكنديين هون نحترم الحكم نحترم القوانين خسارتنا للمباراة ليست هي نهاية العالم وليس انتهاك لعرضنا وتخلص المباراة ونسلم على الكل ونتي لسيكون ستمشي كرة القدم بهذه البلد بفضل المهاجرين. الأفارقة كويسين بس كمان الأفارقة مثلنا أفارقة بيجوا على الملعب كأنه جايين على حرب. الكنديين ما بيجوا على الملعب على حرب. كثير احيانا بيسالك اللاعب الكندي باخر مباراه ريف شو النتيجه مين ربحان. ايوه طيب هذا 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 استاذ عبير السؤال لك من امجد او هو تعليق وبدنا رايك فيه. الامور تبدو افضل لتنميه الفرق النسائيه ربما الشغف وحب الرياضه عند النساء في كندا ولدت نتائج افضل في تلك الرياضه شو رايك؟ هو السؤال ولا جواب هذا بالضبط؟ هو يعني استنتاجه انت شو رايك بهاي الجمله؟ هو كانه بيسال ولا وبيجاوب نفسه يعني لا بيجاوب نفسه لانه هو كاتب هون انه الشغف وحب الرياضه عند النساء في كندا يعني هو اكيد يعني الشغف وحب الرياضه عند الشعب الكندي انا شفتها عموما بشكل عام يعني كلهم بيحبوا الرياضه وبيحبوا يلعبوا رياضة وبيحبوا كرة القدم. يعني أنا شفت
بمدينة صغيرة فرق بنات غريب، يعني في فرق بنات كثيرة مع أنه بمدينة كثير صغيرة. وأكيد يعني في هيك شيء، بس أنا ما بتوقع أنه كندا بعد فترة إذا بدها الميزانيات توقفها عن الاستمرار، ما أعتقد أنه كندا ممكن توصل أو تأخذ نتائج بكأس العالم مثل ما حضرتك قلت، ولا أنا ما بظن. أنا هل تتوقع أنه في مافيا في كرة القدم في كندا؟ لا، يعني ابن فلان لازم يدخل. لا المافيا، شوف المافيا أنا برأيي بكرة القدم موجودة 100% بكل الأماكن. المافيا، لحظة، المافيا بتنوجد بكرة القدم لما بيكون عندك في كرة القدم، لما بيكون في شيء مهم المافيا بتتقتل وبتتدخل. إذا أنت بالأساس ما عندك كرة قدم، أنت عبارة عن عملية فن، عبتجي على الملعب لتتسلى لتستمتع وبتخلص المباراة. أغلب المباريات بالصيف بتنتهى وقبل نهاية المباراة بخمس دقايق بتبدأ تشم ريحة الباربيكيو ونزلت صناديق البيرة جنب السيارات، وبلشوا البنات الجيرفريند وبلشوا النسوان يجهزوا للجيرفريند وبيجتمعوا الفريقين سوا وبيضلوا قاعدين ثلاث ساعات بعد المباراة وهن قاعدين عم ضحكوا وبيمروا. ولكنه صار شيء. لا بكون مباراة قايمة القيامة والمباراة صعبة كتير، بخلص أنا مباراة بحمر شنتاتي بمر من جنبهم كم ريف كم بليز، ولا شيء أبدا، عم بيعملوا باربيكيو مع بعضهم ولا في شيء أبدا. المافيا لما بتكون في كومبيتيتيف سبورت، على شو بدك تعمل يعني أنت اليوم على شو بدك تعمل مافيا؟ ما في داعي. أنا رأيي بعمل مافيا أنا إذا بدي ابني حتى لو رايحة تمرين، ابني أو بنتي يدخل بالتشكيلة أحسن تشكيلة أو أول الجيم، طبعا هي مافيا هاي بصينية كبة للمدرب أو كفتة يعني مثل ما بيعمل أستاذنا الله يذكره بالخير. لا على الأقل شغلة. طيب كل عفوا بس المدربين بالصغار كلهم معهم ورا وألم، أغلبهم بآخر المباراة كل اللاعبين بيلعبوا تقريبا مثل بعض. أوكي طب أنا بدي أسأل سؤال، يعني وهذا يمكن من أحمد ويمكن ناس كتير من الأهالي، بقول لك يا أخي أنا بدفع كتير مصاري، ملابس، أواعي، رحل، سفرات من هون لتورونتو، بدك تنام ليلتين في تورونتو، أكل، شرب، فنادق، ولازم تقعد بهذا الفندق وتدفع للكوتش، هل فعلا مجدي؟ يعني هل فعلا مجدي؟ طبعا ما يمل وما يوقف ويهتم ويتابع، هذا شيء مجدي على المدى الطويل ورائع جدا للطفل وما رح ينسى طول حياته. هاي تجربة رائعة جدا، مش بس طبعاً لأبوه، يعني على المدى الطويل بتعلمه هو كمان، الولد ياخد أولاده بعدين ويتعب عليهم ويدفع عليهم. يعني بل عليك جهاز بلاي ستيشن حقه هالقد، لا بودي أنا على تورنتو وبحط بنزين سيارة وبخليه يلعب ويتعفس ويتغبر ويتوسخ، ولا يقعد على بلاي ستيشن أو يشوف لي موفي يعمل تشالنج موفيز. لا 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 لا، أنا مع المصروف إذا كان المصروف هذا عم بيضايقه استثمار. ريلاكس، you can do it وأنت مبسوط. إيه هلا هو عدد الممارسين للرياضة بكندا رقم عالي جدا، عدد الممارسين لكرة القدم يمكن يكون هني أكثر دولة بالعالم، بس المشكلة ما عم بيحسن يطلع نسبة وتناسبا، يعني اوكي ما عم بيحسن يطلع للكومبيتيتيف سيستم. لهذا بقى انك تربح. على فكره هذا الدكتور جمال، هذا السيستم كثير صعب، يعني ليس سهل، لانه كره القدم صارت لعبه صعبه، يعني لعبه من الالعاب الصعبه اللي عم يصرف عليها مصاري، عم يصرف عليها امكانيات، اكاديميات، جامعات، ريسيرش، لانه بزنس صار يلعب، يلعب فيها بزنس كبير. يعني تصور جمال، دكتور جمال، لاعبين عم بيلبسوا اجهزه الكترونيه، اللاعبين صاروا يلبسوا اجهزه الكترونيه، قاعد واحد على الخط شغلته بس يتابع الفريق من خلال الاجهزه. كم ساعه كان دقيقه رقد، وين انصاب وانصاب ولا ما انصاب وشو صرف حريرات، صارت شغلة معقدة جدا، ما بقى بيمشي معها، ما بقى بتمشي الهواية. كندا ما زالت دولة هاوية. أنا بدي أسأل سؤال، يمكن زي ما انت شايفين الملعب اللي وراي أخضر وحلو وجميل، هذا بالشتاء
بصير أبيض. هل تتوقع أنه فصل الشتاء هذا بيأثر على اللعب في كندا؟ يعني الموسم قصير يعني 4 أشهر مع 5 أشهر. اتصور الموسم الرياضي بيوقف من شهر 3 لشهر 9 بكندا، يعني معقول إجا الشتاء إجا الثلج يوقف الموسم؟ خلص يوقف، بوقف كل شيء، بيروحوا على ملاعب هاندبول بيتمرنوا. يعني أنا استغربت إنه ليش بيوقف النشاط بفترة اللي هي هالثلاث شهور، يعني شيء غريب. هلا هني عندهم حاجتين، تقعد مع المسؤولين بكندا عندهم حاجتين، الحجة الأولى الجغرافيا، لك البلد كتير كبير وصعب، والحجة الثانية الطقس. أنا ماني شايف الجغرافيا سبب، الطقس أنا ماني شايف الطقس، لأنه نحن أوتاوا فيها 6 ملاعب مغطاط، واحد منهم انترناشونال، يعني على إمكانيات البلد المادية ممكن أنت تعمل ملاعب مغطاط بكل كندا، وهذا الشيء مو مختلف. بس المشكلة بنرجع بنقول البريوريتي في كندا هي الهوكي. هلا عبير تفهم علي، يعني عبير جاي من خلفية كرة يد، ما كان ينصرف على كرة اليد. انت كنت عنا بالنادي 90% من مصاري بسوريا، كنا بالنادي اللي انا وانت عشنا فيه نصرف على كرة القدم، وانتو كلياتكم بالنادي 22 لعبة بتصرفوا 10%. كندا المبلغ كله رايح على الهوكي. الله وكيلك دكتور، ما حسينا برفاهية وما حسينا نفسنا لاعبين الا لما صرنا بمنتخب سوريا الوطني، صار ينعمل لنا برنامج وجبات معينة فيها بروتين، فيها كربوهيدرات، في مواصلات بتاخذنا وبتجيبنا، عطونا بوت رياضة، واو بعد يعني طيب. رفاهية حقيقي وانت بالمنتخب الوطني. الأستاذ محمد أعطانا الجواب على السؤال اللي سأله، لما بنحلم بالحلم إنه شفنا كرة قدم، بقول لك كرة القدم بتمثل المشاكل بين الأشخاص، متاع الدنيا والتنافس عليه وتغيير الموطن، كل هذه تفسيرات. يعني إذا واحد بده يهاجر يمكن يشوف كرة قدم. يعني الفرق بين كرة القدم وباقي الألعاب، يعني تصور دكتور جمال مثلا عبير من فريق كرة اليد ما بيعطون شيء أبدا، نفس النادي نحن نادي واحد أبدا، نحن فريق كرة القدم عندنا مباراة يوم الجمعة، يوم الخميس الساعة 12 الظهر نحن بالشيراتون. اوكي، يعني انت بتحكي انه الدعم الحكومي للرياضات مختلف كمان. ايوه طبعا، اي طبعا. هلا عفوا، اللي شايل الرياضه بالعالم كله هلا هو شغلتين، التلفزيون والدعايه. الدعم الحكومي ما بقى بيعمل شيء، الدعم الحكومي التغى، صار موضه قديمه. كان اول ده، هلا اليوم اللي بيعطيك المصاري بتجي من الدعايه والتلفزيون. كل الرياضة عايشة بالعالم على الدعاية والتلفزيون. طب دكتور مخلص، أستاذ عبير، يعني أمجد أنا بعرفه شخصيا وبعرف أولاده، أولاده ما شاء الله عندهم يعني موهوبين في الجمباز، ويعني هم مشروع بطل قومي لكندا، أكيد ميدالية ذهبية إن شاء الله قريبا، نتمنى لهم كل خير. هل يستحق هذا الطفل دعم من الحكومة للأطفال اللي عندهم مواهب؟ يعني زي ما بيحكي مجارب آخر، لا يوجد أي دعم من الحكومة للأطفال ذوي المواهب، إلا أن يكون اللاعب يكاد أن يشارك في الفريق الوطني، العاتق على ظهر الأولياء في تأمين مشوار طويل من التدريب. فيعني أنت شايف ولد عنده موهبة، يعني الصين لما صارت الألعاب الأولمبية عندها أخذت كل هدول الأولاد تدربهم قبل 10 سنين عشان تحضرهم للألعاب، لأنها تجيب ميداليات. نظام مختلف دكتور جمال، نظام مختلف. هاي البلد في قانون وما في عندهم شيء اسمه استثناءات. بيطلع لاعب جمباز بمدينة عربية ما راح نسمي اسمها، ممكن يقوم المحافظ يوظف الأب ويوظف الأم بوظيفة ويفرز لهم سيارة ويعين مدرب له، وهذا كله خارج القوانين. بكندا لا يمكن تصرف فرنك بدون نظام. النظام بكندا كويس بس احيانا يكون قاتل. بس يعني حتى دكتور، يعني ما بعرف اذا بتتذكر قبل 4 سنين 5 سنين كان في شغله في التاكس كريديت، يعني هو مش مبلغ كبير، اعتقد كان في $500 بتقدر
إذا عندك ولد لعب لعبة رياضية بتقدر تحطهم في التاكس وبرجعوا لك إياهم. حتى هاي لغوها. صح. يعني شغلة $500 يعني $500 بلا ما أخذ يعني أنت عارف في الألعاب هاي بسووش إشي يعني في كندا. هلا كندا صايرة بلد غريبة. هلا الدول العالم مقسومة اسمين، كندا ليست منهم. في قسم كبير من دول العالم تمارس الرياضة كبزنس. وهي فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، يو إس. وفي دول فقيرة ديكتاتورية تمارس الرياضة لإلهاء الشعب، فبتدعم كرة القدم مو مشان تدعم كرة القدم حرصاً على كرة القدم وخوفاً على كرة القدم لا، أو على الرياضة لا، عاملين مشان ما يشغلوا الناس بالبوليتيك، عاملينهم طريق تاني هو كرة القدم. ولذلك كرة القدم أخذ حيز كتير من هذه الناس بسبب توجيهات النظام السياسي، بينما بأوروبا توجيهات نظام المال لأنها بزنس. للأسف كندا ليست من هدول وليست من هدول. فكندا صايرة يعني نظام غريب شوي، وتاركين الأمور تتمشي لحالها. وهن ما يعني هن كنظام سياسي ما بيحاجة للرياضة، بدهم بس الهوكي اللي بيعتبروها هي لعبة يعني لعبة قومية الجي سي، والباقي ما بدهم اياها. ما ينسى معانا دكتور جمال، صوتك راح في هذا الوقت. معانا الأستاذ أحمد حبوش، هو على التلفون حيتكلم من 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 واقعه الشخصي او تجربته الشخصيه. تفضل الميكروفون معك. سعدت مساء الجميع. اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. انا من طبعا 10 سنين واحنا بالنوادي، اوكي، من فريق لفريق. انا عندي اولاد اثنين، اوكي، واحد اكبر الثاني بسنتين، فكنت من 10 سنين وانا في النادي لحد الان طبعا. واخر شيء هم ارسينا على فريق اللي هو مع الاخ هاني اللي ذكره الكوتش قبل شوي. نعم، دكتور مخلص. يس. نعم. هلا اللي بدي احطه بالصوره كالتالي، في ثلاث نقاط رئيسيه حقيقه انا مريت فيها وشفتها وعانيت فيها. زي ما قالت الاخت هون انه بنروح على تورنتو وكذا الى اخره، او انه هي مافيا ولا مش مافيا، الأمور كلها بنطرحها بشكل مختصر. أولاً هي مافيا، نعم هي مافيا قوية جداً لمستها. أوكي، لما تقول واس أو أس يو والنوادي الكبيرة هاي، أنا بكلفني إني 4000 بالسنة كل واحد فيهم، كويس، بلس 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 اللي هي إنه تروحوا على أمريكا أو تروحوا على تورونتو أو إلى آخره. ثاني شغلة، كيف بدوروا الفرق؟ كيف بيجيبوا المدرب على من او اس يو لواس، من واس بيرجعوا لاي او اس يو، وكيف باخذوا هذا الفريق وباخذوا من هذا الفريق بالتفصيل. دخلت معاهم بحيث انه اخر شيء وصلت لفريق مسنون. يعني هي مافيا بمعنى الكلمه، وانا ارجو انه الدكتور مخلص يعني يبحر فيها بحيث انه راح يوصل لنتيجه اللي انا اي نيد. هي مش سياسه، مش ما والله سيستم عندنا هون زي ما احنا كنا نفكر والى اخره. ثاني نقطة، ما فيش هالدعم. يعني أنا من الناس اللي دخلت، كانوا قبل 5 سنين قالوا بدنا نعمل في دعم لكرة القدم وبدنا نطلع كوتشز وكذا وإلى آخره، ودخلت وأخذت أول دورة ثاني دورة. السلام عليكم. يعني مشهورة جزمة شارون ولا اللي كانت من مع المنتخب. ففي النهاية وصلت نتيجة يا أخي كلها هيك إعلام. بتشوفوا سيستم نظام كذا إلى آخره، أوكي. بس في الواقع ما في. هسه النقطة الأخرى، بتلاقي في ناس محترفين جدا، محترفين بمعنى كلمة محترفين لما يلعبوا فريندلي جيمز، أوكي، بس هذا ما عنده مقدرة إنه يدخل في هذا النادي، فما بيطلع، ما بيصير. مقدرة مالية، صح؟ آه، ناحية مالية، بتقول لك أنا بحزن عليه، لأن شايف أنا عملت مع الجماعة اللي كانوا موجودين في المنطقة الساوثية كلها، كان في عندنا فريق، أوكي، وشفت ناس، فريق عربي كان. مع يعني لعبنا مع ناس مع انديه اخرى، كويس، فبطلع عليهم وبقول لاولادي انا بقول لهم في لعيبه محترفين بابا هذول ليش ما يقول لي بابا ما بيقدروا اهاليهم يدفعوا عليهم؟ اتس كوست، بمعنى كوست.
فاحنا المشكله بتيجي تتطلع. انا بايده في نقطه واحده اللي ذكرها قبل شوي، انه على اساس انها عباره عن دي كير، يس اجري 100%، لانه احنا بالنسبه لنا كعرب ما عندنا شغله انه والله ودينا عشان الدي كير، بس الاجنبي بوديه. يعني انت بتصفن بتلاقي لي برا شغاله، اوكي الاجنبي مثلا يمه للحارس بجنبي فات جول، انت معصب يعني انه كيف هو بالسهوله هاي، بتقول له جود جوب، فات في 5 جوال وانا واقف جمال، ما بسمعك. مين انا وانت عبير لحنا؟ لا جمال. لا والله والله تعانش لي عليه عرفونا العالم ناقصنا بس اسمعي زيتوني راح بالطريقة اللي الناس رسمين انا اياها. جمال معنا انت؟ معاكم سمعنا؟ ما في اهتمام، من أجاوب أنا؟ yeah. زي ما تكلم الأخ بتروح على الهوكي بتروح على الألعاب الثانية. أنا ما عم بسمع شيء. أما تلاقي أنت أي شيء مش سامعين؟ دقيقة أستاذ أحمد عبير سبعتينا؟ أنا عم بسمع أيوة. إيه كمل بتروح جمال، إحنا ما لنا سامعين. أو يوم السبت ارجع ادخل نطلع وندخل؟ بتروح تلعب لغاية وتحجز وتدفع. أنا بصفر، طب هي معمولة لمين؟ ما هي فاضية. لما يجيوا الاولاد بدهم يلعبوا فيها لازم يروحوا يدفعوا. طب هذا الولد لما يفرضوا انه ابوه مش مقتدر والولد هو بدرس ما حوش يدفع، كيف يعني انا بدي؟ واضحه النقطه. اذا النقطه الاولى اللي هي الفلوس، النقطه الثانيه المافيا والتدريب، هل البروفيشنال بوصل للبروفيشناليزم ولا لا، ولا هو بس دي كير؟ لا صعب. شوف انا بقول لك شغله بتستفاد منها، وانا سوري اي اسم عربي اي اسم عربي. في ناس من اصحابي طلعوا لا تورونتو على اساس انهم انترناشونال، انه اول اسم والثاني، مجرد انه اسمه محمد او اكس واي زد هذا بنحط على جنب بيشور يعني. واضح وملموس. فاحنا بنعاني يعني، لو انه في ناس مثلا انه فعلا الكونكلو انه وصل لنقطه معينه انه والله هاي الاقتراحات تصل لناس كبيره مثلا انه والله ياخذوا فيها، والله ابريشيت ان شاء الله. شكرا ابو حميد، شكرا شكرا على الدخله، يعطيك الف عافيه. تسلم. هلا هو الشخص اللي عم يحكي هو يبدو ايده بالنار. يس يعني ايه زعلان. هلا هاني صديقنا، وانا محكم كذا مباراه لهاني، وهاني هو مدرب مصري عنده اب من اعرق المدربين باوتاوا، انا ما بعرف نسيت اسمه. هاني اب وابنه، والاب علم ابنه انه يصير مدرب، وهو من أميز المدربين وعامل فريق كله عرب. إذا ما أنه كله يمكن 90% من الفريق عرب، ومن الولدانين بكندا. هو كتير عصبي، بس لأنه بيشتغل كتير، فبيحب دائما يربح. هلأ أنا بختلف شوية شغلات مع اللي حكاه هون. هلأ موضوع المصاري بكندا، اللي بده يحط ابنه برياضه بده يدفع مصاري كثير، وكله مكلف. هلا ممكن نسميها مافيا ما مافيا، على فكره المافيا هي ملح كره القدم في كل الدنيا. ما في بلد بالعالم ما فيها مافيا، ما في شيء من الكوربشن. اي رياضه عليها العين بده يكون فيها شيء من التشيت يعني. وهذا الشيء بده يشتغل بكره القدم، بدك تتعود عليه، ونحن دائما بنعلم اللاعبين على هذا الحكي. ممكن تنظلم،
ممكن مدرب ما يعطيك حقك، ممكن الحكم يظلمك، يعني دائما هذا، لانه هذا الجزء it is a part of the game، هذا هو الجزء من اللعبة. كرة القدم ليست هي قرآن، فيها ظلم، فيها حكام بيغلطوا عن عمد، فيها انا احيانا بغلط بس بدون عمد بغلط، يعني فيها بدك تقبل انسان بشر بيغلط اكيد يعني. بس نحن مشكلتنا شوي اللي جايين من شرق المتوسط دمنا حامي، يعني شوي عنا يعني دمنا حامي كسر احنا بنجبر هاني مصري، انت قلت هاني مصري صح، مش شرق المتوسط يعني، هو كله شرق، كله شرق المتوسط، جماعة البحر الاحمر. هلا انا حفظانين اللاعبين العرب، بدخل على المباراة بيعرفوني، انا ما بحكي عربي ولا كلمة عربي ولا بسمح بأي تمادي، يعني حتى بظلمهم بصفر زيادة عليهم بضبهم، وبيعرفوا انه انا ودائما بحاول لهم بالانجليزي انه انتوا عطوا صورة كويسة ما بصير هيك كذا، فانا حفظانين اللاعب العرب انه هاد لا بينحلب ولا بينجلب، يعني هاد يعني ايه، لانه انا بس مو عندي خبرة، لانه اذا بدي اذا بكون سموح معهم انا الجيم تبعي ما بيخلص. عبير انت يعني لو بدنا نجد حلول، يعني هذا بده يكون اخر سؤال الي، لو بدنا نجد حلول الان لهذه المشكله، ايش التوصيات اللي بتحطيها سواء للحكومه وحسن الدكتور مخلص نفس الشيء، شو التوصيات اللي ممكن تعطيها للحكومه او للنوادي او للاتحاد الكروي، ايش اللي ممكن نساعد فيه؟ والله شوف كندا كبيره كتير، وانا مثلا لو انا مسؤوله عن اختيار تشكيله او لاعبين مميزين ليمثلوا كندا، اكيد بدي اجيب هالمليون ولد، خلينا نقول مثلا اندر 16 مثلا، تعرف كم بيطلع من كندا، كم ولد اندر 16، انا من حقي اختار الافضل، يعني في مستويات، في لاعب احسن من لاعب، حتى لو على فكره يكون لاعبين اثنين ممتازين لكن في واحد احسن من واحد. انا في يا اخي من حقي انا انه اختار الافضل الزبده، انا ما بدي اخذ بس والله اوكي كلهم عندهم مواهب وكلهم كويسين، بس برضو انا بدي اختار الافضل. لكن انا بصراحه بقول لولي الامر الحكمانة وكل اولياء الامور، بقول لهم انه كره القدم نفس الحياه بالضبط، هي حياة، هي دنيا، فيها لازم يصبر ولازم يتحمل، فيها مثل ما قال دكتور مخلص فيها الصح وفيها الغلط، فيها الصعب وفيها السهل، فيها نفس حياتنا ودنيتنا، فيها كل شيء. أي عن جد يعني أكيد بتوافقوني بهذا الكلام، ما في كرة قدم خالية من العيوب، ما في كرة قدم يعني ما في فريق يعني ملاك ولا حتى منزه عن الأخطاء، يعني كرة القدم هيك. ممتاز. شكرا دكتور مخلص. الآن راح أحكي باختصار، في كاتب مصري اسمه محمود السعدني الله يرحمه، من هذا من كبار الكتاب المصريين بموضوع الرياضة، لما بلشت تنتقل الرياضة بمصر من الهواية للاحتراف كان كثير نقل صعب بدولة فقيرة مثل مصر، ونفس الشيء عانينا منه بسوريا كذا، وكان أغلب اللي يشتغلوا كانوا فولنتير. كتب مقالة لهلا بتذكرها، بس شفت واحد فولنتير جاي على كرة القدم فورا اللعوب. عن جد يعني حكي لي، هذا الشخص لا يطور كرة القدم، حتى تطور كرة القدم بدك تدفع فلوس وتجيب ناس شغلتهم وتحاسبهم. صح. وانا رايي موضوع الفولنتير بيزبط بدار ايتام، بكبار بالعمر، برياضات الخاصه، لان اشتغلت فولنتير كل حياتي بالرياضات الخاصه بسوريا، بس بكره القدم انا ما اشتغلت فولنتير، انا بكره القدم كنت اخذ فلوس. ما بتحسن ما بتحسن تصير بروفيشنال ببلاش، لما 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 البلاش ما بقوله بالسوري علاش، يعني انا سوري يعني طبعا هني
هم نظرية الفالنتير عندهم إياها كتير مهمة بكندا، ويعتبر الدكتور جمال من أعمدة الفالنتير بكندا يعني. بس مش بالكرة على لسانك نحكي شغلة أنت أنت بروفيسور فيها، بس دكتور جمال بالكرة كتير صعب، لأن الكرة أنت في إنتاج، في إنتاج يعني، في إنتاج، في التزام، بتقعد بالبيت تدرس تحضر تمارين تعمل شيء. فأنا رأيي يمكن يكون الفالنتير هو سوى. خلينا نرجع لعبير عنده شيء تحكي. يس تفضل. تصور تصور أحد المرات التدريبية بوينزر هون أحد المدربين اللي هن يعني المدرب الأول مسك تصور وحدة غلطت بالهدف بالتهديف، خلاها تعمل 10 مرات بوش أب على حشيش طويل خشن فيه شوك، 10 مرات بوش أب على طلعت مدرب شو هاد يا ترى، لايسنس آخر لايسنس يعني، انت بتعمل بوش أب للعبة بتعاقبها على أرضية يعني مثلا، في أمور بتخليك تعرف انه هذا الشخص مش مؤهل لأنه يكون مدرب أو انه هو يستلم فريق مسؤولية فريق يعني. هاي على فكرة بنت يعني، بتعرف ايد البنت مثل ايد الشاب يعني، مثلا كيف حتنزل بوش أب على حشيش طويل وشوك ووسخ ويابس. فبصراحة أنا مع دكتور مخلص، لا للفالنتير يعني بكرة القدم، لا يعني لا شوف، هي التدريب هي بروفيشناليزم يعني، في وظيفة اسمها مدرب، فلازم تحترم، وأنا معكم في هذا الشيء. لازم ياخذ أجر، لازم ياخذ أجر المدرب ده، لازم يقبض. وبعدين ها وأهم شغلة خلينا من قبل ما ننساها، لازم يقبض من الدولة وليس من الأهالي. أيوة عشان ما يصير مافيا. هاي أهم شغلة في كندا نسيناها. أيوة. المدرب يقبض من الأهالي. وهاي أيوة. كتير. صح. مأساة. طبعا في يعني بدنا ننهي اللقاء، للأسف الوقت عم بداهمنا. دكتور مخلص حاطيك آخر دقيقة بتحاول توجه رسالة، الأستاذ عبير حاطيك دقيقة توجه رسالة، وإن شاء الله بعدها أنا ححكي النهاية. تفضل دكتور مخلص. بس نحن وجهنا رسائل وخلصنا. لا رسالة للجمهور. الجمهور بشكر قناة كنار على الفرصة اللي عطتنا إياها، وبتشكر كثير على الحلقة الرائعة اللي كانت مع جماعة الأوركسترا العربية تبعت حلقة سوريا. يعني صحيح بكيتنا بالأخير، بس كانت من أروع 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 الحلقات. بعتذر اللي عملتها أنت ونسرين، وبتشكركم كثير كثير، وشكرا كثير. تسلم تسلم أستاذ عبير. أو أنا نفس الشيء، أنا سعيدة جدا جدا اليوم باللقاء معكم، وسعيدة جدا بأنه دكتور جمال لابس اليونيفورم تبع النادي المفضل تبعي، وشكرا كثير على التيشيرت الأحمر اللي أنت لابسه، اللي هي بالفعل يعني عمل بهارات حلوة للقعدة اليوم. تسلمي تسلمي. شوف النسوان كيف يا أخي، عندهم نظرة رومانسية مش زيك يا دكتور مخلص. لابس لي بلوزة سودا و... كورونا طبعا. كورونا. أنا باسم كنار تي في بتشكركم، بتشكر كابتن بسيوني اللي كان معنا وعطانا ملخص جميل، للأسف كان لازم يغادرنا. دكتور مخلص دائما مبسوطين نكون معك وتكون معنا. أستاذ عبير أول مرة بتكوني على قناتنا، لكن حتكوني أكيد ضيفة دائما ننبسط لشوفتها، وتكوني صديقة البرنامج وليس الضيفة إن شاء الله. قريبا رح تكوني جزء من هذا البرنامج. باسم كنار تي في بشكر جميع من كان معنا وعلق على البرنامج. نادية حكت برضو موضوع مهم وجيد، ويعطيكم ألف عافية، مشكورين كتير. كتير كان في تفاعل من الجمهور، بشكركم على كل ما قلتوه، على الاتصالات مع أحمد أستاذ أحمد. بذكركم غدا في لقاءين راح يكونوا عندنا، أحلى مطبخ مع نادية الساعة 7 مساء، في مفاجأة لكم فلازم تحضروها. وأكيد في عندنا الحلقة الأساسية اللي هي الساعة 9 راح تكون مع الدكتور قيس غانم، دكتور أخصائي بالأعصاب، راح يتكلم عن النوم ومشاكل النوم. حلقة مهمة جدا، خاصة هلأ مع الأجهزة الإلكترونية والأرق.
فتابعونا إن شاء الله غدا، تصبحون على ألف خير، وكل كورة وأنتم بخير. وأنتم بخير.